دعاني أظل بحضن بلادي تراباً وعشباً وزهرة. أهلاً بكم. وتستمر المعركة، بل تستمر المعارك وتتوالى الانتصارات. معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بوجود مجموعة من الإرهابيين الخطرين في إحدى البيوت المهجورة في محيط منطقة العريش أو مدينة العريش. تحركت الأجهزة المعنية بعد تقنين الوضع وتأكيد المعلومات الأمنية، وتم تبادل إطلاق النار مع هذه الخلية المكونة من 10 عناصر إرهابية خطرة، حيث تم ونجحت الأجهزة الأمنية في تصفيتهم جميعا. بالأمس تحدثنا عن وجد معهم، مع هذه الخلية ومع هذه العناصر، مجموعة من البنادق الآلية والذخيرة والقنابل المعدة للتفجير وبعض المعدات والأجهزة الأخرى مثل أجهزة التصمت وخلافه. بالأمس تحدثنا عن سقوط هشام العشماوي، والمتحدث العسكري بالأمس أيضا زف لنا أخبار في نفس الإطار وفي نفس التوجه، بتؤكد أنه قواتنا المسلحة والأجهزة الشرطية في العملية سيناء 2018 قامت بعمل أدى في النهاية إلى انحسار، إنجاز التعبير، ومش حصار، لا انحصار، تقليل، تجفيف، اقتلاع من الجذور للعناصر الإرهابية في سيناء. وما قامت به اليوم أجهزة الأمن، أجهزة الداخلية والأمن الوطني، أنا أتصور من خلال إجمال وإجماع ما تم من معلومات وما ورد من معلومات، ورغم إيماننا بأن المعركة مستمرة ورغم إيماننا بأن المعركة مع الإرهاب ستطول، إلا أنه ما يرد من أرقام ومن معلومات بيؤكد أنه من وما تبقى من عناصر إرهابية أصبح مختبئا أو يختبئ كالفئران المزعورة في جحور هنا وهناك في سيناء. وأنا هنا أقول بأنه يقظت الأجهزة الأمنية ويقظت الأجهزة الاستخباراتية، وشجاعة وبسالة أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية وباقي الأجهزة المعنية بيؤكد تمام التأكد، وبيجعلنا نثق أنه معركة الدولة المصرية مع الإرهاب محسومة 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 للدولة المصرية. تاني أعيد وأؤكد مرة ومرات، لن تهزم جماعة دولة، لن تهزم جماعة أو جماعات مهما كانت مدعومة دولة. وأقول بأنه الدولة المصرية بجيشها وشرطتها بالمرصاد لكل هؤلاء، وسيتم البحث عنهم في جحورهم في أي مكان داخل مصر وخارج مصر. أفكر وأذكر نفسي وأنعش ذاكرة المشاهد بأنه بكلمة أو كلمات دقيقة من رأس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتوعد بكلمات دقيقة محسوبة محسومة بأنه لن نترك هؤلاء. فلنستمع إلى السيد الرئيس. اللي ساعدكم واللي اداكم أنا عارفينه وشايفينه ومش هنسيبه. أقول تاني، اللي ساعدكم واللي اداكم احنا شايفينه ومش هنسيبه. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى هننتصر في هذه المواجهة بالعمل وبالجهد وبالدم. بالعمل والجهد والدم، العمل والجهد والدم. الكلام اللي قاله سيادة الرئيس كلام دقيق محسوب ومحسوم،
اقتياد هشام عشماوي بالأمس بيندرج تحت هذا الوعيد. ما جرى في عملية سيناء 2018 بيندرج أيضا تحت هذا الوعيد. وعد الدولة، وعد الدولة ممثلة في رأسها بيؤكد أن مصر لن تنسى ثأرها، مصر لن تنسى دماء أبنائها. كلام واضح وكلام منتهي، فقط احنا بنردده لننعش ذاكرة الوطنيين من أبناء الشعب ونوصل برسالتنا إلى هؤلاء الغوغائية من أعداء الوطن في الداخل وفي الخارج. في أعداء قطعا في الداخل موجودين، نعم، وفي الخارج كثر، مدعومين من أجهزة استخبارات دولية بالتأكيد. لا يمكن، لا يمكن أن العشرة اللي تم تصفيتهم ورسالة شكر وتقدير، رسالة شكر وتقدير إلى القوات الشرطية، وكما قلنا بالأمس وأول أمس تحية واجبة إلى كل مصري شريف القوات المسلحة، النهاردة بقول أيضا وبنفس المفردات والكلمات تحية واجبة، تحية إعزاز وتقدير وعرفان واحترام إلى كل مصري شريف في الشرطة المدنية، الأمن الوطني، كل هؤلاء الذين عملوا، جمعوا معلومات، تحركوا، قاموا بالعملية بنجاح. وفي الخبر أرجو أن احنا نركز في كلمة في ناس كتير مش واخده بالها، عملية بين قوسين استباقية. استباقية دي يعني إيه؟ قبل ما يعملوا حاجة، قبل ما يتحركوا. احنا كنا في 2011 ضاعت الشرطة بفعل فاعل وجرى ما جرى، لكن بعد ذلك بدأت الشرطة تستيقظ، بدأ يتم بناء الجهاز. وبقول إنه الوصول الشرطة كجهاز إلى هذه الكفاءة المتناهية من العمل والتخطيط والاستباق، يعني قبل ما تحصل الجريمة أو يحصل الحدث الشرطة بتكون متواجدة، وده اللي حصل. أنا بقول إنه هذا العمل بيسيء للبعض، البعض بيستاء من هذا العمل. أهو تجيبها كده، تجيبها كده، في ناس قلوبها سوداء، كارهة لما يجري، غاضبة مما يجري، بتشعر بأنها في حالة خسارة لما يجري. يا عم الدولة ممثلة في شرطتها وفي جيشها بتنطلق لتطهر هذه الجيوب وهذه الجحور من العناصر الإرهابية اللي هم أخطر على مصر من الثعابين ومن الحياة. دلوقتي الدولة بتدور على جحور هؤلاء، وكأنه الدولة وصلت إلى مرحلة إن هي بتغرب للأرض والرمل حتى تصل إلى هؤلاء. موجود في ناس في مؤسسات، موجود، هينضفوا هتنضف. لكن المسيء والحاجة اللي بتشعر بالأسف والأسى إنه في واحد اسمه حسام بهجت. حسام بهجت ده أحد الضالعين في فقه السوء، فقه ما يسمى بدكاكين حقوق الإنسان، وغرق في وحل محاولة الدفاع عن الشواذ. ده اسمه حسام بهجت، ناس كتير دفعت عنه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تويتر وعلى الفيسبوك وخلافه على انه داعية الحقوق المدنية، واحد بيدافع عن الشواذ، مش فارق معانا ومش موضوعنا. لقيته كاتب تغريدة على صفحته بيقول نحمد ربنا ان هشام عشماوي اتقبض عليه خارج مصر. ليه يا سيدي؟ ليه يا فقيك؟ قال لانه هيتم استجوابه ومحاكمته على جرائمه، والا كان الموضوع خلص وقرينا خبر تصفيته في تبادل اطلاق النار. غمز ولمز ومحاوله لوضع صوره ذهنيه سلبيه على اجهزتنا الامنيه، بقول له اعتقد وانا متاكد انك انت قولا واحدا لا تفهم
لا تعرف لا تستطيع أن تقيم، وأنت إن كان لك خبرة في تقييم عمليات الشذوذ والشواذ والدفاع عنهم، لا يليق بجهازنا وأجهزتنا أن واحد زيك مثلك لا يجب أن يتحدث عن الشرطة، مثلك لا يجب أن يتحدث عن الجيش، مثلك يجب أن يضع لسانه في فمه ويصمت إلى الأبد ويضع رأسه في الرمال. ليه؟ لأنه فقط مهمته في الحياة الدفاع عن الشواذ، دي جمعيته رسمي بيعلن هذا. اللي انتم شايفينه قدامكم ده اللي اسمه حسام بهجت اللي بيدافع عنه البعض، هتلاقي دلوقتي الأرزقية بتحول الإنسان ودكين حول الإنسان، كل الفرقة دي بتدافع عنه ويقول لك ده الدولة بتستهدفه. الدولة كدولة يعني لا يشرفها إنه تتحدث أو أجهزة تتحدث أو تتعامل، وإحنا أيضا لا يشرفنا نتحدث عن هذا. لكن ما جعلنا في حالة من حالات الضيق الشديد إنه واحد العالم كله الأحرار الشرفاء الوطنيين بيتحدثوا بشكل واضح في حالة فرح شديد على القبض على الإرهابي الأكبر الأخطر هشام العشماوي. يطلع واحد زي حسام بهجت، وأنا آسف إن أنا بتحدث وبقول اسمه على لساني لأنه أقل من هذا وأحقر من هذا ويعني أضعف من هذا ولا يستحق هذا، إلا إنه حديثه لمزا وغمزا كما يفعل السفهاء حول جيشنا وشرطتنا وما يقومون به من تضحيات. أعتقد إنه يعني والله والله عيب، عيب إن واحد زي ده يتكلم على جيش ويتكلم على شرطة ويتكلم على وفي ضحايا وفي شهداء. الحذاء المسمار في حذاء جندي مصري أشرف من ألف بل مليون واحد زي حسام بهجت. عيب ما يتكلم يقول هذا اللمز والغمز وزعلان على هشام عشماوي. والله لو كان الأمر بيدي، والله لو كان الأمر بيدي لكان اتحاكم بتهمة الخيانة العظمى. فيكوا على كل معي من ألمانيا النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري. أهلا بك يا سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ نشأت، ومساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك، ويعني حضرتك موجود في ألمانيا الآن لمحاولة أو التواصل مع الجانب الألماني فيما خص ملف حقوق الإنسان وفكرة الإعدام، حيث أنه ألمانيا لها موقف ثابت بشكل عام، وما أوضحته كما وصل عبر وسائل الإعلام ما أوضحته سيادتك للجانب الألماني من الإجراءات وحزمة الإجراءات اللي الدولة المصرية بتتخذها لإعادة تقديم حقوق الإنسان بمفهوم واسع ومفهوم شامل. صحيح. ونجحت في هذا العمل بشكل يعني كما فهمنا من وسائل الإعلام. أطلعنا سيادة النائب على ما جرى في ألمانيا خلال زيارتك الحالية له. تمام. هو في البداية طبعا احنا قابلنا رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وانا النهاردة قابلت شخصية مهمة جدا وهي السيدة تانيا أوسلر، ودي سيادتك مدير عام إدارة حقوق الإنسان والتنمية الدولية والشؤون الاجتماعية بوزارة الخارجية الألمانية، ودي لسه متعينة في هذا المكان، ودي أهم شخصية بتتعلق بحقوق الإنسان في ألمانيا. صحيح. طبعا أكدنا لها التأكيد تماما على تطلعنا لدعم وتطوير العلاقة بين البلدين بين مصر وألمانيا في مختلف الأصعدة، وخاصة في ملف حقوق الإنسان، وارتباط هذا الملف على صعيد مصر بإرساء حالة الاستقرار الأمني ليس دفاعا عن مصر فقط ولا مصالحها، وإنما على المنطقة كلها، المنطقة العربية كلها، وأيضا فيما يتعلق بالهجرة الغير شرعية اللي بتحصل أحيانا والقانون الذي أصدرناه والاحكام التي تصدر، فهمناها طبعا وقلنا لها ان الحكم اللي بيصدر ده في اول درجه وفي درجات تقاضي ثانيه، ولكن حكم الاعدام هو منصوص عليه في الدستور والقانون المصري، ودي ناس قتلت مصريين وسلبت منهم حق في الحياه، وهي اقتنعت بالكلام تماما. والحقيقه انا في زياراتي وبكره هقابل ان شاء الله نائبه رئيس البوندستاج الالماني، لان الحقيقه انا قررت خلاص ان احنا نسد الفجوه اللي كانت موجوده اللي بيستغلها بعض المنظمات الاهليه والجامعات الاهليه اللي بييجوا يتسولوا هنا، واخد بال حضرتك؟ صحيح. انت بتذكرهم دايما. صحيح. بييجوا يتسولوا، دول شحاتين حضرتك، دول شحاتين عشان يكتبوا على مصر
مقالات ويقعدوا يشتموا ويقولوا حقائق غير مطلوبه. انا جيت النهارده وقابلتهم وقابلت شخصيات مهمه جدا في وزاره الخارجيه وقابلت شخصيات مهمه جدا في البرلمان وقلت لهم دي تليفوناتي ودي ميلاتي وده عنوان اللجنه ونتواصل مع بعض حتى تكون الحقائق واضحه. وكل اللي بيجي لكم من منظمات المجتمع المدني بيحاولوا يكسبوا ويدوكم عشان دول شحاتين عايزين ياخدوا شويه فلوس وبعدين يطلعوا يقولوا حقائق مخبوطه. الحقيقه الحوار كان مهم جدا واحنا كمان نوهنا على الواقع اللي بنعيشه من مصر في مصر منذ دستور 2014 وقلنا ان في ضمانات هامه وغير مسبوقه في مجال حقوق الانسان الحقيقه بتطبق هنا في مصر. وقلنا بالنسبه حتى في بعض الاحكام بيقول لك الصحفيين محبوسين، قلت له لا مش محبوسين في قضايا راي عام، كل اللي محبوس في قضايا اخرى هي انتهاكات لحقوق اخرين وبتطبق عليهم قانون الاجراءات الجنائيه. واحنا ماشيين الحقيقه في طريقنا الحقيقه بكل جديه، اولا احنا بندافع عن مصر وبنحارب الارهاب وفي الناحيه الثانيه بنطبق حقوق الانسان. الحقيقه اللقاء كان كبير وعندي لقاءات ثانيه بكره وان شاء الله هنتواصل مع بعض على طول حتى نصل في النهايه الى نقطه التقاء مع الجانب الالماني. وانت سيادتك عارف ان في زياره مهمه جدا في نهايه الشهر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح. لدعم العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والسياسيه، ويمكن الزياره بتاعتي فيها نوع من انواع طبعا التواصل برضه البرلماني قبل ان تاتي زياره السيد الرئيس المرتقبه اللي احنا بنتوقع ان يكون فيها انتصارات كبيره، وخاصه ان الجانب الالماني يولي هذه الزياره. وانا شفت بنفسي السفير المصري الدكتور بدر الحقيقه يعني الدكتور بدر عبد العاطي بيفعل كل شيء من اجل ان تنجح هذه الزياره، والحقيقه ليه مصداقيه والناس بتحبه والبعثه المصريه هنا الحقيقه بتأدي بدور مهم جدا. وانا حضرت معاهم اول امبارح احتفالات انتصارات اكتوبر وكان موجود فيها كل السفراء العرب وكل البعثات الدبلوماسيه، يمكن كان موجود كمان ممثلين من افريقيا ومن اوروبا احتفلوا بنصر 6 اكتوبر. والحقيقه انا يعني بوجه التحيه للجيش المصري بمناسبه 6 اكتوبر من هنا من برلين من البانيا، بنقول لهم احنا في ظهركم ومعاكم وان شاء الله مصر قادمه في تحقيق الاستقرار والرخاء وايضا تحقيق حقوق الانسان. سياده النائب المحترم علاء عابد انا بشكرك جدا على هذه المعلومات ونتواصل ان شاء الله غدا في ما يجد ويستجد من لقاءات. وزي النائب علاء عابد ما قال انه التحركات دي تحركات استباقيه. يعني كنا زمان كنا من سنه او سنتين بنبدا في بندافع بنتهم وندافع. في اتهامات نبدأ نبعت لجان تدافع، دلوقتي احنا في تحركات استباقية، تحركات احترازية، قبل ما يقول لي أنا بقول له أنا بعمل واحد اثنين ثلاثة، أنا دولة عندي مؤسسات عندي قانون عندي دستور عندي برلمان عندي، أنا أتصور إنه ما يجري الآن هو عين الحقيقة، ما يجري الآن هو عين الصواب. من حقوق الإنسان وحسام بهجت هروح إلى إسراء عبد الفتاح. إسراء عبد الفتاح النهاردة كان عندها تحقيقات وزي ما المعلومات قالت لنا أنه هو خالد إخلاء سبيل بكفالة 10,000 جنيه على ذمة التحقيقات، يعني في قضية. وإسراء عبد الفتاح كانت مثيرة وأثارت الجدل، لذلك سوف أقوم بعمل فيش وتشبيه لها الآن. إسراء عبد الفتاح ناشطة، كلمة ناشطة كلمة سيئة السمعة بالنسبة لي بس ماشي، مصرية ولدت في بنها سنة 78 شاركت في بدايات الإضراب سنة 2008 في ما أطلق عليه 6 أبريل، يبقى هي أساسها وبداية مشاركتها في هذا العمل العلمية علامة استفهام كانت 6 أبريل، وتم القبض عليها ثم تم الإفراج ثم تم القبض مرة أخرى. وكانت إسراء عبد الفتاح في هذه الفترة مثار لدفاع الإخوان، مرشد اتكلم عليها، جماعات 6 أبريل ومنظمات حقوق الإنسان. ظهرت اسم إسراء عبد الفتاح 2008. تعالوا نروح نعمل لإسراء فيش وتشبيه.
إسراء عبد الفتاح فقط عليك أنك تروح تعمل سيرش في جوجل وتشوف كم الكلام اللي بيتقال عليها، كم المعلومات، كم الصور، كم الفيديوهات، كم التناقضات المريبة الغريبة اللي بتجعل هذه البنت علامة استفهام كبيرة. واحنا بنتكلم في مجال حقوق الإنسان، وبنتكلم على أيضا المرتزقة من حقوق الإنسان، وبنتكلم على المستفيدين من حقوق الإنسان، وبنتكلم على الناس اللي مش بتشتغل لمصر، لا دول بيشتغلوا على مصر، مش بيشتغلوا لمصر على الإطلاق. إسراء عبد الفتاح إحدى هذه الشخصيات اللي انتفعت بشكل مطلق وبشكل واضح من مشاركتها فيما يسمى ثورات أو ما يسمى احتجاجات أو وقفات لم تكن تعمل لحساب هذا الوطن، وإنما كانت تعمل لحساب الله أعلم مصلحة شخصية آخرين. لكن الاتهام الأساسي اللي كانت بصدده في المحكمة هو قضية التمويل الأجنبي. يعني إيه؟ يعني بتتلقى تمويلا أجنبيا من جهات أجنبية، القضية لسه شغالة. لكن تعالوا نروح لإسراء عبد الفتاح ونشوف مع بعض ونسألها أسئلة مباشرة، ونقول لإسراء عبد الفتاح سؤال واضح وأنا هسألها هو، بقول هل استفدتي من ثورة يناير؟ انا واحدة من اللي استفدت من ثورة يناير في ايه بقى؟ في إيه؟ ان قبل ثورة يناير كنا احنا ما ملناش مكان ان احنا نتكلم فيه ونقول رأينا ونقول صوتنا يعني. فبعد ثورة يناير عادي لما يحصل عندك مناخ ديكتاتوري وبعد كده يفتح المناخ يبقى حر، فاللي ما كانش ليهم صوت يبقى ليهم صوت. السؤال المحدد، هل استفدت ماديا من هذه الثورة؟ انا ما استفدتش ماديا في الثوره اكتر من ان هي دوت المجالات الحريه التعبير ومجالات ان انت تشتغل في في, في نواحي ماديه، اكيد كان في عائد مادي اكتر احسن من من من, من قبل الثوره. هو دي الفكره، ان انت دلوقتي تعاقدت مع 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 قناه اون تي في لمده سنه. إسراء، من هو مثلك الاعلى؟ دكتور البلدي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا وقيمه انسانيه ووطنيه، ما اقدرش اغلط فيه بكلمه واحده. بشكل محدد، هل حصلتي على تمويل اجنبي؟ اصل انا قلت لاحمد ان انا هشتغل معاكي وكده. مصر ان المعهد بتاعكم بتموله امريكا. يا بنتي في خلاص بهذا الموضوع. يا ما هو احنا هو انا ما بقولش ان في مشاريع بتمولها منظمات مجتمع مدني زينا من امريكا. ما في هو ده المجتمع المدني. طيب ما انا قلت له كده، قلت له ما انا عايز اعرف حتى لو بتموله امريكا ايه الحرمانيه او ايه العيب في كده. فبرد احنا بنقدم مشروع والمشروع ده بننفذه زي ما احنا عايزين زي ما احنا بنفكر، وهم ما بيغلوش. بعدين زي ما امريكا بتموله احنا متعمدين جدا ان احنا ما نكونش بنمول من امريكا بس، كان من هولندا ومن اوروبا ومن المانيا ومن بلجيكا ومن كذا منظمه ثانيه عشان يتقدموا. معتقد ان حسام اللي هو معاكم ده هو اللي بيمول المشروع؟ ايوه كان بيمول اول سنه لحد ما الدنيا ظبطت. بس على العموم هو لو هو مش عايز يشتغل احنا هنعمل اعلان ونشوف حد يشتغل في بلدنا. اعتراف واضح لا يقبل الجدل ولا يقبل التحقيقات بتلقي تمويل أجنبي، بتقول وفيها إيه؟ ده كلام بهدوء ودون ضجيج. هم دول الناس اللي صاروا نجوم بفعل إعلام رخيص في وقت السيولة، بفعل إعلام كان موجها، بفعل إعلام كان في مرحلة فوضى إعلامية عارمة. مين اللي صنع البنت دي؟ مين اللي قدمها للمجتمع غير شاشات كانت شاشات أقل ما توصف به أنها كانت سطحية؟ أنا بسألها وبقول لها أنت دخلت السجن، كيف كانت المعاملة داخل السجن؟ عاملوكي إزاي داخل السجن؟ انا الحمد لله والله كنت زي الفل جوه، مفيش حد لمسني ولا حد مسلي على اي طرف ولا حد لمس شعره مني. كل حد عملني كويس الحمد لله. انا ما كنتش مصدقه، انا كنت بسجد شكر ربنا كل يوم كل يوم ان انا اتعاملت احسن معامله هنا. ما كانش يهمني ان انا في سجن قد ما يهمني ان انا بنت واتصمت بس.
ده في 2008. 6 ابريل قالت انه انا اتصنت وتعاملت معاملة، ده هي قدامكم بنفسها هي اللي قالت هذا كلام. انا عايز افكرك بالناس في الشارع، الناس العاديين بعد 2011 شافوكي ازاي، شافوكي بانهي شكل، كيف تعاملوا معك في الشارع؟ كنت رايح تدي صوتك في احد المقر الانتخابية هنا في الشيخ زايد او في اكتوبر. انا بس عايز افكرك واسمعك الناس المواطنين العاديين قالوا لك ايه وتعاملوا معاك ازاي. يا امينة يا خاينة، 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 هتتكلم من الشعب كله. بالتأكيد هذه الشخصية اللي استفادت وتواصلت وكان لها علاقات وطيدة وثيقة بدوائر في الولايات المتحدة الأمريكية ودوائر في الكونغرس الأمريكي ودوائر في الخارجية الأمريكية وقدامنا ودوائر في الاتحاد الأوروبي واتكلمت اهو قدامنا كلام اهو سراء عبد الفتاح، وهي بتضع السيدة تمارا. تمارا دي مستشارة هيلاري كلينتون لما كانت وزيرة خارجية، بتعلمها بتمنشنها على صفحتها، يعني بتقول لها شوفي اللي انا نشره، وكانت نشره حاجات بتقرير بالانجليزي بيتحدث عن الاوضاع داخل مصر. اتكلمت عن حجب مواقع واتكلمت عن حقوق الانسان واتكلمت يعني البنت اللي عايز يعرف كيف كانت تدار الامور في هذا التوقيت، كيف اخترقت مصر في هذا التوقيت، ينظر الى هذه الشخصيه وغيرها. انا بس بفكر المشاهد باسماء زي شاد الغزالي حرب وزي عبد الرحمن يوسف القرضاوي وزي حازم عبد العظيم وزي مصطفى النجار واحمد ماهر ومحمد البردعي، كل هذه الشخصيات أسوأ واسود فتره في تاريخ مصر كانت هذه الفتره اللي طل علينا من جحور هؤلاء ثعابين، خرج كل واحد من جحر وفقط بينفث سمه في البلد وفي الناس الشرفاء الموجودين، يهاجم الجيش، يهاجم الدولة، يهاجم المجتمع. وللأسف الشديد ولازم أقول هذا كلام، إنه دول ما كان لهم أن يظهروا على العامة أو للعامة إلا من خلال الشاشات، إلا من خلال وسائل الإعلام، وسائل الإعلام اللي كانت مش عايز أقول مختطفة، كانت موجهة من جهات لحساب جهات، والضحية كان الوطن والمواطن الشريف، ودول اتنجموا. انا بفكر بس الناس بالاسماء، فاكرين اللي عيط واللي مثل واللي عيطت واللي مش عايزه، يعني انتوا فاكرين كل هذا الكلام؟ فاكرين وائل غنيم؟ فاكرين وائل غنيم؟ انتوا فاكرين وائل غنيم؟ فاكرين البرادعي كان بيطلع فين؟ فاكرين المرشد كان بيطلع فين؟ فاكرين الفترة السوداء من تاريخ الدولة اللي ما كانش فيه دولة؟ فاكرين دول اللي ولاد دول الصيع دول كانوا هم اللي ملوك الشاشات وشغالين بينظروا وبيتكلموا وبيوجهوا وبيدوا نصايح بل بيدوا تعليمات؟ بفكركم بمكالمة الولد اللي اسمه مصطفى النجار للولد الأحمق اللي اسمه عبد الرحمن يوسف، وهم الاثنين بيتكلموا نجيب البرادعي وخلاص، هنعمل لهم فيش تشبيه. مصطفى النجار
وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، احنا بنعمل فقرة فيش وتشبيه اللي هي صحيفة الأدلة السياسية والإعلامية. احنا بنقول وبنقدم وبنذكر الناس وبنفكر الناس وبننعش ذاكرة الناس فين اللي بيشتغل وبيتعب وبيضحي علشان البلد دي، وفين اللي بيشتغل على البلد بيحاول يستغل البلد، يحاول يستثمر البلد، وهؤلاء لا وجود لهم إلا في حالة انحلال الدولة، في حالة ضياع الدولة، في حالة اهتراء الدولة. دول ارتبط وجودهم وجودا وعدما بقوة الدولة أو ضعف الدولة. عندما عادت الدولة ورجعت الدولة وهيبة الدولة، توارى هؤلاء خجلا وضعفا ومطاردة قانونية. ليه؟ لأن كل واحد فيهم ارتكب جرائم ضد القانون وضد الدولة في فترة ضياع الدولة. الدولة كانت ضايعة، الدولة كانت مخطوفة. لازم نرجع ونفكر كل واحد فيهم استفاد ايه واستفاد منين واستفاد ازاي ومين اللي كان بيشغله. الكلام ده مش كلام روايات، الكلام ده مش حكاوي على القهاوي، الكلام ده مش بنقوله بنملى بيه لا، هذا الكلام خطير ولازم نعيده. النهاردة المحكمة كانت بتحقق مع المدعوة إسراء عبد الفتاح في تهمة التمويل الأجنبي. عبد القادر شهيب الكاتب الكبير أستاذنا كتب ألف كتاب اسمه التمويل الأجنبي، كتاب حوالي 600-700 صفحة، اتكلم فيه بالأسماء وبالأرقام وبأرقام الحسابات الناس دي خدت فلوس من مين امتى كان. انا قريت وانا بقول لزمايلي جهزوا لي بكره لستة اسماء بالارقام هنقولها وهنزعها بكره، وكل واحد خد مليم على حساب هذا الوطن هيدفع ثمنه، وكل واحد كسر كوباية هيدفع ثمنها، وكل واحد رمى او حدف طوبة هيدفع الثمن غالي. اللي حاصل انه البلد وقفت على رجليها من تاني، البلد هيبتها رجعت من تاني. ندعي وندعي مع بعض ونقول ربنا يقوي اللي بيحافظوا على البلد، وربنا يوفق اللي قاعدين على الجبهة شغالين، وربنا يوفق اللي بيبنوا. عندنا 100 حاجة في وقت واحد، وبنتكلم بنقول انه في مرحلة بناء للدولة مع الحفاظ على بقاء الدولة، دول الهدفين الأساسيين. في ناس بتحاول أن تعيث في الأرض فساد، تحاول أن تعبث وتحاول أن تلعب على الدولة، تحاول أن تستقوي بالأجنبي، لكن بقول الدولة رجعت تاني. وده كان الفيش وتشبيه على المدعوة إسراء عبد الفتاح. هواصل معاكم خلال الحلقات القادمة كل هذه الأسماء وكل هذه الشخصيات من خلال فيش وتشبيه صحيفة الأدلة السياسية. وما زالت قضية الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي بتطل على كافة الأوساط في السعودية وفي تركيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في دول الاتحاد الأوروبي. السفير السعودي خالد بن سلمان في واشنطن أعلن بشكل واضح أنه جمال خاشقجي كان مواطنا سعوديا وما زال، وكاتبا صحفيا معارضا، لكنه كما قال تحديدا أنه وما يهمنا هو سلامة جمال وكشف حقيقة ما حدث له. ده من اللي بيقول خالد بن سلمان ابن الملك سلمان. العديد من الأصدقاء، بيقول جمال خاشقجي له العديد من الأصدقاء في المملكة بما فيهم أنا، يعني سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن بيقول إنه جمال خاشقجي ليه أصدقاء كتير في المملكة وأنا واحد منهم، وبالرغم من اختلافاتنا في اختلافات وخلافات، واختياره للذهاب إلى ما أسماه بالنفي الاختياري أو بالمنفى الاختياري، ما زلنا نحافظ على تواصلنا منذ أن كان في واشنطن. بيقول إن هو سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، بيقول وبيؤكد إنه كان على تواصل مع جمال خاشقجي
رغم الخلافات الموجودة لأنه بيعد صديق كما قال خالد بن سلمان. أشار الأمير خالد بن سلمان في بيانه الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست نشرت مقتطفات منه إلى أن الحكومة السعودية تتعاون بشكل كامل في التحقيق الذي تجريه الحكومة التركية. يبقى في تعاون وثيق كما قال السفير السعودي في واشنطن بين تركيا وبين المملكة العربية السعودية. وأكد تركيز السعودية على سلامة خاشقجي وقال جمال مواطن سعودي تمثل سلامته وأمنه أولوية قصوى للمملكة. وفي اجتماع ليلة الأحد مع الناشر فريد ريان قال السفير إنه من المستحيل أهو كلام واضح جدا وهقوله تاني من المستحيل تغطية مثل هذه الجريمة من قبل الموظفين القنصليين دون أن نعرف شيئا عنها. بيقول إحنا يعني مستحيل الجماعة القناصل القنصليين اللي هم في القنصلية السعودية في اسطنبول مستحيل يعملوا الكلام ده من غير ما يقولوا لنا إحنا ما نعرفش. يعني مستحيل بيقول من الاستحالة إنه أعضاء القنصلية يعملوا هذا الكلام. وأكد السفير السعودي أن خاشقجي كان صادقا دوما حتى في انتقاده للقيادات الحاكمة. طبعا ده رأي مين؟ ده تصريحات وبيان السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية خالد بن سلمان ابن الملك سلمان وشقيق الأمير محمد بن سلمان. طبعا القضية ما زالت بتتصاعد وإلى الآن عدى أسبوع الثلاث الماضي إلى الآن عدى أسبوع بالضبط 7 أيام على اختفاء جمال خاشقجي من في تركيا. الولايات المتحدة الأمريكية على لسان كل المسؤولين من أول ترامب وزير خارجيته والنائب بتاعه والكونجرس والخارجية كل هؤلاء اتكلموا أنه بيشعروا بالقلق الشديد ومنتظرين تفسيرات لما جرى. ترامب قال أنه قلق حيال مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقال في البيت الأبيض تصريحاته أنه خاشقجي أنا قلق إزاء هذا الموضوع. وأعرب عن بيقول حالياً لا أحد يعلم أي شيء حول هذا الأمر. وباقي المسؤولين الأمريكيين كان نفس الكلام كله بيقول قيم بلدنا يجب أن تكون حجر زاوية. لكن الرئيس الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي في لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي والكتاب الأمريكيين وحتى صحيفة الواشنطن بوست ونيويورك تايمز الجميع في حملة ممنهجة على المملكة العربية السعودية. يعني لأنه فيه على خلفية في زي ما احنا عارفين فيه شوية جمود أو برود أو فيه تلاسن أو غيره بين المملكة وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ف يعني في أنا أراها أرى أن هناك شبه حملة على السعودية من الإدارة الأمريكية. الدول الأوروبية لم يعني تكذب خبرا وخلت نفس الإطار ونفس المعالجة. وعبرت الدول الأوروبية والغربية عن قلقها أيضا من مصير الإعلامي السعودي جمال خاشقجي اللي اختفى الثلاث الماضي. طبعا في بيان من الخارجية البريطانية قال تعبر عن قلقها أيضا حيال المزاعم والله القلقة عبر عن قلقه منكم. ووزير خارجية البريطاني قال نفس الكلام والحكومة الألمانية والحكومة الفرنسية كله قال إنه هو الآن وبيتحول جمال خاشقجي إلى قضية دولية وكأنه ريجيني جديد ريجيني المملكة العربية السعودية بيحاول هؤلاء إن هم يطالوا المملكة ويشوهوا سمعة المملكة العربية السعودية في هذا الإطار عن طريق جمال خاشقجي. لكن واشنطن بوست عاملة صفحة بتقول لو انت اهي قدام لو كانت عندك اي اهي الصفحة قدامنا ها ان كانت لديك معلومات عن قضية جمال خاشقجي وتريد توصلها لنا اهو ان كانت لديك ده صحيفة ايه نيويورك تايمز واشنطن بوست إن كانت لديك معلومات عن قضية جمال خاشقجي وتريد توصلها لنا أنقر على هذا الرابط. وعامل رابط اختطاف جمال خاشقجي ده مين اللي عامل هذا الكلام؟ صحيفة الواشنطن بوست بتقول في صفحة كاملة بتقول لو عندك أي معلومة لو سمحت وصلنا بها. يعني الإدارة الأمريكية والمجلس شيوخ والكونجرس الأمريكي والصحافة الأمريكية الكل واخد اتجاه واحد
هو تصعيد الموضوع. طيب انا عايز اوفر على كل هؤلاء. وانا يعني يقول لك واحد بيتفرج دلوقتي ولا حاجه من الاخوان يقول لك يا عم تنيل انت بتقول، يعني انا بقول الامور واضحه بالنسبه لنا. ليه؟ لانه احنا شايفين الصوره من غير تشويش. احنا في مصر كل يوم عندنا قصص وعندنا مؤامرات ضد الدولة، احنا بنشوفها قدامنا ليل نهار، كل يوم مؤامرات لا تنتهي من ناس في الداخل وناس في الخارج. فاحنا شايفين الصورة، سواء منظمات حقوق انسان مأجورة، سواء صحف مأجورة، سواء اجهزة استخبارات، سواء سواء. لكن انا بقول للإدارة الامريكية وبقول لواشنطن بوست وبقول للخارجية في بريطانيا وفي فرنسا وفي ألمانيا، بقول لهم من فضلكم الموضوع بسيط، الدايرة واضحة، روحوا شوفوا عزمي بشارة، روحوا شوفوا المخابرات القطرية، روحوا شوفوا العمليات القذرة والسرية اللي بتقوم بها المخابرات التركية، هتعرفوا لماذا اختفى جمال خاشقجي وأين اختفى وما هو مصيره. وانا بسأل سؤال واضح، بقول لكل ذي عقل، اي حد عنده عقل بقول له من فضلك فكر شوية، من هو المستفيد من اختفاء المدعو جمال خاشقجي؟ مين المستفيد؟ هل المملكة العربية السعودية هتستفيد حاجة من انه يختفي؟ هل يعني لما كان بيهاجم المملكة وبيهاجم الحكم وبيهاجم حتى الملك، هل ده كان بيأثر؟ طب ما احنا في مصر عندنا نعيق البوم وعندنا الخرفان الناطقة في الإذاعات والتلفزيونات التركية، خرفان ناطقة، خرفان بدرجة مذيعين، فين؟ في قطر، في قناة الجزيرة، وفي تركيا، في مكملين وفي متنايلين وفي متهببين موجودين كلهم، والشرق وخلافه، كل دول، هل دول هزوا شعرة في الدولة المصرية؟ هل دول أثروا فينا؟ لا، احنا بنتكلم في الإعلام بنفضحهم وبقولوا هتيجوا هتيجوا، الدائرة هتدور عليهم، لكن أنا بقول هل صراخهم وعاولهم ولطمهم الخدود وكل اللي عملوه كتبوه وقالوه وكل هذه الأفلام اللي بيطلعوا علينا، هل أثرت سلبا على الدولة المصرية؟ لا والله، دول أصفار زي ما قلت امبارح، أصفار كبيرة. هل يضير المملكة جمال خاشقجي؟ على الإطلاق. فبالتالي ابحث عن المستفيد. انا بقول تاني، في مسألة جمال خاشقجي انا بشكل واضح اتهم عزمي بشار والقطريين والايرانيين والاتراك، هذا المربع التحالف الجديد اللي بيضم مين؟ بيضم ايران والمخابرات الايرانية، الفرس الصفويين، والاتراك اللي هم أحفاد العثمانيين اللي هم بيتبنوا الإسلام السياسي المتطرف، والقطريين اللي بيمولوا المنظومة، وعزم بشارة عراب الخراب ومستشار الأمير القطري. أنا بقول دول هم دول الخلية القذرة والخلية السوداء اللي تسأل عن مصير جمال خاشقجي وكل جمال خاشقجي اللي راح واللي جاي. مش عايزين ندخل أبو قرش على أبو قرشين، مش عايزين ندخل الأمور في بعض، لكن فيه مقال عندي كتبه الزميل جميل الذيابي في صحيفة عكاظ السعودية، بيقول جنون بقر قطر، جنون بقر قطر، بيقول فيه المقال أهو قدامنا بيتكلم، بيقول لك يقال أهو زي ما قلت، يقال دائما ابحث عن المستفيد. الجميع قرأ وشاهد جكة القطريين والإخوان وهم الأكثر كذبا وراء نبأ اختفاء جمال، هم اللي قالوا من الأول، هم اللي قالوا اختفى، هم اللي قالوا ضاع، هم اللي قالوا قتل، هم اللي بيقولوا هذا الكلام، وإحنا بناخد منهم. الجزيرة كانت بتقول عاجل إيه في أنباء عن مين؟ أنباء عن إن هو مات خلاص، ده أردوغان نفسه بيقول ما نعرفش بنحقق، الجزيرة تقول عاجل. الكلام اللي بيقوله جميل الزيابي بيقول في حالة خاشقجي السعوديون يعلمون أن بلادهم حريصة عليهم، أهي في حالة خاشقجي كلام خطير جدا، السعوديون يعلمون أن بلادهم حريصة عليهم
والأولى بمعرفة مصير مواطنيها لأنه مواطن سعودي، ومحققوها لن يتأخروا في الوصول إلى اسطنبول، ولا تقبل أن يزايد عليها قطيع الإخوانجية والقطرجية والقومجية والمنافقون والمستأجرون والمتاجرون كذبا وزورا. ده مين اللي كاتب؟ ده جميل الزيابي، بيقول نفس الكلام تقريبا اللي احنا بنقوله، وبيضيف في مقاله بيقول: لا تزال هناك أسئلة عدة أهمها ما خلفيات الترويج الإعلامي القطري الإخوانجي لاختفاء جمال في هذا التوقيت، وأن السعودية وراءه بما يشبه إعادة سيناريو أبو عدس وكذبة الجزيرة القطرية. أو راح للراجل لبيت القصيد الجزيرة القطرية. خليني أروح يعني طيب خليني أروح بعد كلام جميل الزيابي وكلماته وأفكاره اللي تقريبا إحنا شبه متطابقين، لكن صلوا على النبي، كل واحد يصلوا على النبي كده، ونقول تعالوا نروح لمستشار أردوغان. مستشار أردوغان اللي هو ياسين أقطاي، الاسم ده مشهور ومعروف ومن أشهر الشخصيات الفاعلة في الدائرة الضيقة لأردوغان. ياسين أقطاي بيقول، بيعلق على اختفاء جمال خاشقجي ويقول في حواره مع الأرتي الروسية: لا يفيد، بقول لك هذا الوضع لا يفيد الطرفين السعودي والتركي. المملكة العربية السعودية غير مهتمة، اهو الكلام اللي قلته من شوية، المملكة العربية السعودية غير مهتمة بشيء مماثل على الأراضي التركية. يعني السعودية مش مهتمة ان فيه حد معارض على الأراضي التركية، مش في دماغها، بيقول يعني مش في دماغها. ده مين اللي بيقول؟ ياسين أقطاي. وبيقول تاني نفس القصة، ان تركيا ليس من مصلحتها انه مواطن سعودي على ارضها هي مسؤولة عنه يختفي. قال ايه؟ قال كلام غريب جدا، قال مفاجأة. ياسين أقطاي فجر مفاجأة بالنسبة لي حتى في التعبير في المفردة خطيرة هتفكركم حاجة كتير. بيقول ايه؟ بيقول من ناحية نحن ملتزمون بالحفاظ على العلاقات التركية السعودية، ماشي، ولكن من الناحية الأخرى فإن تركيا تتعامل بشكل حساس للغاية مع الأحداث التي تقع على أرضها، مفهوم، لأن هذا يضر بسمعتها ومكانتها، لأن تركيا تعتبر ملجأ لكل من تعرض للإهانة. برضو هنفوت. أشار أقطاي إلى أنه، أهو ده بقى من الممكن، إيه يا عم أقطاي؟ أن يكون هناك طرفا ثالثا. إيه ده؟ هو الطرف الثالث وصل تركيا؟ مين اللي قال؟ ياسين أقطاي. أنا بقول ياسين أقطاي قال اللي أنا بقوله. ياسين أقطاي دلوقتي مستشار أردوغان للسياسة الخارجية قال نفس الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، إنه الإخوان وقطر وعزم بشارة والجماعة الإيرانيين والمخابرات التركية، أنا بقول هذا الكلام أهو، هو بيقول إنه فيه طرف ثالث. كلمة طرف ثالث دي كلمة إحنا بتفكرنا بحاجات ما أشبه الليلة بالبارحة. الكلام ده سمعته قبل كده، الكلام ده مش جديد، الكلام ده يا مصريين مش جديد علينا. الطرف الثالث اللي كان بيقتل في ميدان التحرير، الطرف الثالث اللي كان بيقتل في رابعة، الطرف الثالث اللي كان بيقتل هنا وهناك، مين الطرف الثالث؟ الطرف الثالث دلوقتي موجود في اسطنبول، الطرف الثالث دلوقتي موجود في قلب تركيا. فلتشرب تركيا من هذا الماء العكر. تعالوا نسمع ياسين أقطاي بنفسه بيقول هذا الكلام، نروح نشوف. طبعا لا نتهم دولة السعودية في هذا الأمر، وربما في أحيانا في تركيا كانوا يعملوا بعض العمليات جزء من داخل الدولة، الذين كانوا يعتبروا أنفسهم في عمق الدولة أو الدولة العميقة، ولكن على الحكومة على الدولة أن تحاكمهم. معي على الهاتف المحلل السعودي سعدون العمري. أهلا بك يا أستاذ سعدون. أهلا، مرحبا بكم. يعني تعليقك على مستجدات وتصاعد أزمة اختفاء الكاتب أو الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وهذه الحملة الممنهجة المخططة المدبرة ربما في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، وهذه الأصوات الإخوانجية والقطرية التي تحاول بشكل أو بآخر إحراج المملكة العربية السعودية في عمل هم يعلمون جيدا من قام به، زي ما قال ياسين أقطاي الطرف الثالث. تعليقك أخي سعدون على هذه الأخبار؟
أعتقد أن كل ما يكتب من جهات معادية للسعودية وعلى رأسهم قطر هو تضليل وتشويه على ويفقد المصداقية الإعلامية. وإحنا تعودنا في المرحلة أو في المرحلة أو في الفترة الماضية أن أي خبر إعلامي يعني يصلب ضد السعودية بشكل عجيب وغريب من قطر، وهذا طبيعي جدا، وهذا دايما نتوجه القطري تحديدا الجزيرة من معها. قضية جمال خاشقجي لم يصدر أي شيء رسمي ولم تظهر نتائج التحقيق حتى الآن، ولو كان هذا الإعلام صادقا لأخذ رأي جميع الأطراف والجهتين ذات العلاقة والسعودية والمملكة العربية السعودية ودولة تركيا المتضررتين من اختفاء جمال خاشقجي، ولم لم لن يعني لن نشاهد يعني أي ردة فعل رسمية، سواء تصريحات من المملكة العربية السعودية أو من جانب التركي لم يثبت ما شيء مما تروج على المنصات الإعلامية التابعة لجهات مغربة السعودية، وهذا اصطياد في الماء العكر، وإحنا تعودنا هذا من دولة قطر تحديدا، الدولة الداعمة الأولى للإرهاب بالإضافة إلى إيران بالإضافة إلى الإخوان المسلمين، وكلهم يعني كشفوا للعالم بشكل واضح في الفترة الماضية. اليوم تحدث الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد بأن السعودية أيضا تنتظر قضية جمال خاشقجي على أنه مواطن سعودي ويحرص على مواطنيها، والسعودية معروفة بتاريخها الدبلوماسي وبالأعراف الدبلوماسية واحترام لسيادة الدول، والاختطاف والقتل ليس من ديدن المملكة العربية السعودية، هذا ما ذكره سيدي سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. الإعلام المضلل يخاطب الناس الذين يريدون أن يقتاتوا من هذه الأخبار وكل ما يشوه سمعة المملكة العربية السعودية، وإحنا تعودنا، وهذا يعني أصبح أمر طبيعي جدا لو شاهدنا نزاهة في نقل الأخبار، لو شاهدنا اتزان أو مصداقية من هذه القنوات وعراسة قناة الجزيرة فحينها سنستغرب حقيقة. الآن شاهدنا حذف تغريدات، عدم صحة معلومات متداولة، تغريدات غير طبيعية تم حذفها أيضا من قناة الجزيرة، وهي هذه تدل على أن هناك يعني طرف ثالث مستفيد، وأنا يعني أعلنها بصراحة، أنا أعتقد أن قطر هي من يمشي يسير وراء هذا المخطط أو هذه القضية تحديدا إلى الآن. يعني استنتاجنا الحالي، أنا أعتقد أن بما أن لم يظهر أي شيء رسمي سواء من المملكة العربية السعودية أو من تركيا يفترض على الإنسان العاقل المحترم أن لا يتحدث في هذه القضية، أن يكون صادقا مع مهنة الإعلام التي للأسف لوتها الإعلام القطري يعني على رأسهم قناة الجزيرة، وبالتالي أنا أعتقد أن هناك طرف ثالث مستفيد من توتر علاقات بين المملكة العربية السعودية، والجميع يعلم، جميع الخبراء السياسيين وجميع النقاد العاقلين الواضحين الذين يتحدثون بكل مصداقية وشفافية كلهم يؤكدون على هذا الكلام، لكن طبيعي ما يحدث من قطر لأنها يعني دولة أصلا هي راعية للإرهاب، حدوث بلبلة وزعزعة في أمن المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية هدف واضح وصريح لهم، لكنهم أنا متأكد بأنهم لن يصلوا إلى هذا المبتغى بإذن الله. يعني أخ سعدون، أيضا تحدث ابن الصحفي جمال خاشقجي، ابن جمال ومستشاره القانوني ممثل عائلة، وقال أنه لا، نفس كلامك، لا يجب أن يستبق الأحداث والتحقيقات، وعلى الزباب الإلكتروني أن يكف يده، وكان بيقصد أيضا تقريبا القطريين. وياسين أقطاي مستشار أردوغان نفسه تحدث عن طرف ثالث. يعني أعتقد أن الأمور واضحة في هذا الإطار. وولي العهد محمد بن سلمان قال بنفس الموضوع، يعني ليس لدينا معلومات وفي تحقيقات، وخالد بن سلمان في الولايات المتحدة قال نفس الكلام. فبالتالي يعني هل لهذه الدرجة وصلت قطر بتواصل العمل والعبث القذر على تفخيخ الأجواء العربية والخليجية؟ هل إلى هذا الحد وصلت مدعومة بأجهزة استخبارات دولية وعندها فوائد مالية؟ هل إلى هذا الحد يمكن أن يكون الفجر القطري؟ للأسف استنتاجاتنا الماضية من بداية الأزمة القطرية وكشف قطر على الملأ للعالم بأنها يعني داعم للإرهاب وتحاول زعزعة أمن الدول العربية وهي راعية للربيع العربي بشكل واضح وصريح ومثبت بالأدلة والقرائن، الآن تأكدنا أن من يقود الحكومة القطرية، من يقود الإعلام القطري، هم سفلة القوم، هم المرتزقة الذين صحيح يعني بين قوسين حطهم، احنا نسميهم الحصالة، كل ما تحط فيها فلوس تشتغل، فهم ناس لا أخلاق لهم، لا مبادئ، لا قيم، فقط ينفذون ما يقال لهم بالحرف الواحد، بل ويجتهدون
للكذب أكثر، يجتهدون لتزييف الحقائق بشكل أكبر. هل يعقل أن المملكة العربية السعودية ستقوم بقتل ابن من أبنائها وفي وتخترق القوانين والأنظمة والأعراف الدولية التي تطبقها المملكة العربية السعودية بكامل حذافيرها؟ المملكة العربية السعودية ولله الحمد تمتلك تاريخ مشرف، تاريخ تاريخي بمعنى الكلمة. لم ندخل ولله الحمد في أي أزمة، لم ندخل في أي أمور دنيئة كهذه. فمن يصدق مثل هذه الأمور؟ أنا أعتقد أنه يا مأجور أو إنسان لا عقل له. فأنا ماني مستغرب ما يقوم به. أخي سعدون العيمري الكاتب الصحفي السعودي، شكرا لك على هذه المشاركة. أنا يبدو أنه من إسراء عبد الفتاح لحسام بهجت لبهي الدين حسن، كتب من شوية على تويتر بيشكك في موضوع جمال خاشقجي. الجاسوس العميل تاني، الجاسوس العميل مرة أخرى اللي هو بهي الدين حسن، العدو الحقيقي للدولة المصرية تاني، بقول أصف بأنه العدو الأول في مجال دكاكين حقوق الإنسان، عميل بيعمل لحساب أجهزة استخبارات دولية، وده اتهام واضح بقوله. كتب تغريدة من شوية بيدافع وبيشكك وبيحاول أن يصطاد، يحاول أن نفس ما قاله. يعني بلاش بقى الأفلام بقى اللي بتتقال، وواحد كاتب سيناريو ضعيف بيكتب له سيناريوهات طيارة، مش عارف مسلسلات تركية، أفلام تركية، أفلام هندية، بقول بلاش بلاش والنبي تقحموا مصر في الموضوع. أصل طيارة مصرية فيها مصريين وسعوديين ونزلت وراحت طلعت في الفضاء الخارجي ونزلت فين وراحت المريخ وجات على زحل، الكلام ده كله يعني شغل النصب وصل إلى مداه مفضوح مفضوح مفضوح. أنا بقول لهم، لكن أنا خليني شوية لأنه فعلا يعني حاسس إن الضغط علي من التعامل مع هؤلاء، فبقول خلينا شوية ناخد زي استراحة كده ابتسامة وناخد حاجة تضحكنا. تعال نشوفها مع بعض. أيمن نور وتوكل كرمان هما الاثنين كانوا موجودين واقفين الحشرة والذبابة، حشرة ملعونة وذبابة أكثر لعنا. مين أيمن نور؟ طبعا أيمن نور معروف. مين هو أيمن نور؟ على فكرة ما ينفعش تقول بعد شتيمة ولا قبل شتيمة، هو في حد ذاته سبة. أيمن نور ده شتمة، أيمن نور ده عبارة عن سباب، هو في حد ذاته بشكله يعني ممكن تشتم واحد تقول له يا أيمن نور. أنا في تقديري ويعني أتمنى أنه يكون الصورة واصلة، لأنه واحد بيحاول يستفيد ويحاول يعني أنا شكله مثير، أنا يعني ممكن يرفع الضغط أكتر. لكن تعالوا نشوفه هو وتوكل كرمان. توكل كرمان دي فازت بجائزة نوبل للسلام، تخيلوا والله العظيم الذبابة الملعونة دي فازت بجائزة نوبل، دي إخوانية يمنية من حركة الإصلاح. طب شوفهم هما الاثنين كانوا بيتكلموا على جمال خاشقجي قدام القنصلية السعودية في إسطنبول، شوفوا اللي حصل إيه وده فكرنا بمين. تعال نشوف. على السلطات السعودية ألا تقبل بانتهاك سيادتها وانتهاك كرامتها على السلطة. إيش قلتوني؟ تمام. على السلطات التركية ألا تقبل. لا رجعها لي تاني، رجعها لي تاني، معلش رجعها لي تاني يا صفوت، رجعها لي تاني. يعني هو أيمن نور البنت بتتكلم ومتحمسة ومتدفقة وبتتكلم، هي حافظة مش فاهمة طبعا، دي حافظة مش فاهمة، دي مش فاهمة بتقول إيه. عيدها تاني، عيدها لي تاني. على السلطات السعودية ألا تقبل بانتهاك سيادتها وانتهاك كرامتها على السلطة. ايش قلتوني؟ بس اوف هنا، اوف هنا، بس اوف هنا. دي لا ده اللي بتضحك، دي واحده بتمثل، دول مش زعلانين، دول مش زعلانين على جمال خاشقجي يتحرق جمال خاشقجي، دول واحد اهو قدامكم ايمن نور بيعمل ايه، الضحكه بتاعه بصدغه المصدغ، شوفوا قد ايه واتفرجوا هي. لا يعني دي ناس بتمثل، دول ناس بيقوموا بدور، هو بيقوم بدور وهي بتقوم بدور، والضحكة الرقيعة بتاعت اسمها ايه؟ اسمها توكل كرمان بتفضح الفيلم والمسلسل، ضحكة توكل كرمان بتفضح الفيلم اللي مترتب ومتجهز عشان موضوع جمال خاشقجي تفخيخ الأوضاع. وهقول لكم هو ليه مهتم
أيمن نور، وليه مهتم توكل كرمان اللي اتلم المتعوس على خيب الرجاء؟ شغله تاني يا صفوت لأنه يستحق، هنبني عليه كلام. وشوفوا الضحكة بتاعت واحد مختفي بيقولوا مات وبينعوه الإخوان في كل مكان، ويطلع تطلع بهذا الشكل الضاحك، ضحكة فاضحة، ضحكة فاضحة، ضحكة رقيعة فاضحة. تعالوا نسمعها تاني ونقف معاكم. على السلطات السعودية ألا تقبل بانتهاك سيادتها وانتهاك كرامتها وانت على السلطة. ايش قلتوني؟ ايش قلت لي؟ اهو سمع على السلطة دي اهو التركية اهو. ألا ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه تمثيل، ده اسمه تأليف، ده اسمه أفلام. طب ده بيفكركم بإيه؟ المشهد ده بيفكرنا بإيه؟ تعال نرجع كده بالذاكرة بتاعتنا اللي بقت مليانة بشكل مثير وعايزين ننظف. فاكرين محمد مرسي العياط؟ فاكرين محمد مرسي العياط لما كان واقف جنب المرشد وهو برضو بنفس الطريقة الغبية؟ شغلها لي يا صفا. لتحقيق الأمن، لحل مشاكل الناس، للوقوف أمام الأزمات المفتعلة، وأمام فلول الشعب، فلول الحزب الذي انحل ولن يعود. هؤلاء الذين يتحركون ويفتعلوا الأزمات، الوقود، البوتاجاز، أنتم تعلمون ما يجري على الأرض، المرور، الأمن، عدم الاستقرار، الإيحاء بأن مصر فيها مشاكل ولن تحل. القصاص، فهذا القصاص. الأمر كله كما ترون. القصاص، القصاص اهو، نفس الكلام، نفس التمثيليه الغبيه اللي بين ايمن نور وتوكل كرمان كانت بين محمد مرسي ومحمد بديع مع فارق التوقيت والمكان والزمان، انه ده موجود في القاهره كان في ايام سوداء لا اعادها الله، ودول موجودين في اسطنبول، والتمثيليه مفضوحه، الضحكه نفسها مفضوحه بين توكل كرمان وبين أيمن نور. لكن المهم بالنسبة لي واللي قلته امبارح وعايز أركز عليه أكتر، هو أيمن نور زعلان ليه؟ وتوكل زعلانة ليه؟ وهم خايفين ليه؟ وعندهم إسهال ليه؟ لأنه خايفين أنه اللي عمل في جمال خاشقجي كده طرف ثالث طرف رابع بقى ممكن يعملوا معاهم. يعني ممكن أيمن نور يتخطف الصبح، مين خطفه؟ الطرف الثالث اللي خطف جمال خاشقجي. له مصر ولا السعودية ولا دي شغلتنا أصلاً. مين؟ قطريين. ما هو لما يكون في مافيا بيصفوا بعض، لما يكون فيه في الافلام بنتفرج على الافلام تجار مخدرات بيصفوا بعض، ف 100% انه جمال خاشقجي كان احد الضالعين وله علاقات وثيقه بالقاعده، معروف هذا الكلام، موثق هذا الكلام. ايمن نور له علاقات بالمخابرات القطريه، والمخابرات القطرية لها علاقات بطالبان ولها علاقات بالقاعدة والنصرة وداعش، معروف هذا كلام مش أسرار. واحد شغال في عش دبابير معاهم مرتزق بينهم زي توكل كرمان وغيره وغيره، الدائرة ستدور عليهم، ممكن يصفوهم. إذا صفوهم هيجي يقول لك لا ده مصر، لا السعودية، لا مين، لا أهو اللي بيحصل دلوقتي. لذلك تجد أنه أعضاء الإخوان في تركيا مرعوبين. ولد اسمه أحمد عطوان ده شغال في قناة الشرق بيقول لعل هذه الواقعة اللي هي واقعة مين؟ واقعة جمال خاشقجي، لعل هذه الواقعة المريرة تفتح شهية الأنظمة لإعادة نفس تفاصيل جريمة الاختطاف والقتل مع المعارضين بتركيا، وقد تمتد إلى دول أخرى زي قطر والسودان. ده مين اللي بيقول؟ ده الولد اللي شغال في قناة الشرق. يبقى اللي شغالين في الشرق بدأوا يتحسسوا وبدأوا يستشعروا الخطر من مين؟ هم عارفين من تركيا. تركيا انا قلت اول امبارح وامبارح والنهارده لا عهد ولا مله ولا ذمه ولا دين، معروف. وهم عارفين، هم يعني يقول له ايه يا عم احنا دفنينه سوا، هم عارفين هم بيتكلموا عليه، لا فيها دين ولا فيها الله ولا فيها رساله ولا فيها تسامح ولا ما فيها مصالح. دول لا يعرفون الا لغه المصالح. أروح لقطر، وقطر النهاردة يعني اتكلمنا عليها كتير وهي لا تستحق، لكنها فعلا عاملة زي الخلية السرطانية بتؤلم وممكن تنتشر، فمحتاجة حصار وحصار.
صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت سيتم أخيرا سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر. أهو دي صحيفة هارتس الإسرائيلية، وقالت إن في فريق رياضي إسرائيلي سيشارك في بطولة العالم للجمباز الفني والتي تستضيفها قطر في نهاية شهر أكتوبر الجاري. وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية إن العلم الإسرائيلي أخيرا سيرفرف في سماء قطر خلال البطولة، ويقول مراقبون إن ثلاثة إسرائيليين لديهم فرص حقيقية في الفوز بالميداليات خلال هذه البطولة. الصحيفة قالت إن البطولة تضع المضيفين القطريين في مأزق سياسي، لأن أي ميدالية سيكسبها لاعب إسرائيلي بتستلزم عرضا عاما وغير مسبوق للعلم الإسرائيلي داخل قطر. يبقى انتظروا أن العلم الإسرائيلي يرفرف قريبا على الأراضي القطرية، كما يرفرف الآن العلم التركي، ويرفرف الآن العلم الإيراني، وعلم القاعدة، وعلم داعش، وعلم النصرة. كل ده موجود فين؟ في الدوحة. في هاشتاج يلا تطبيع بيندد بتطبيع قطر مع إسرائيل. هو لسه بنتكلم على لعيبة الكورة، أدي الهاشتاج. نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالوا يلا تطبيع رفضا للمشاركة الإسرائيلية في البطولة المقامة في الدوحة نهاية هذا الشهر. شباب قطر وطني، يعني دايما لما احنا نتكلم على تميم ونتكلم على ألثان، مش كل ألثان ومش كل الشعب القطري فيه شرفاء. أكيد هناك قطريون بتسري في عرقهم دماء عربية ونخوة عربية، بالتأكيد بالتأكيد هذا كلام، لكن هم يعني للأسف الشديد مكبلين بعائلة حاكمة أو بتخمة حاكمة لا تتقي ولا ترعى الله في أهل قطر ولا في خيرات قطر، وإنما بعثرتها على الجماعات الإرهابية في كل مكان في العالم. لن تجد أي جماعة إرهابية، ولن تجد أي خارج على القانون، ولن تجد أي مرتزق، ولن تجد أي بائع ضمير سواء صحفي أو إعلامي أو سياسي إلا وقبض من النظام القطري. خد بالك مفيش واحد فاسد في العالم، صحفي، صاحب جريدة، إعلامي، مذيع، صاحب محطة فضائية، سياسي، عضو كونجرس، عضو مجلس شيوخ، وزير، أي فاسد في العالم قولا واحدا قبض من القطريين. اتعاملوا مع كل الجماعات الإرهابية في العالم، كل الجماعات الإرهابية كان فيه اتفاقات وفيه صفقات، وفاكرين الصفقة بتاع حزب الله العراقي اللي كان فيها أكتر من مليار. اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتستعرض دراسة لتقليص عدد أيام العمل الإسبوعية للحكومة. الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النهاردة كان في رأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية. وكان الحوار والحديث حديث عن حول المستقبل، بيتكلم على مصر في 2030 وآلية تطوير الجهاز الإداري للدولة. لكن أهم ما يعنينا هنا موضوع تقليص عدد أيام الأسبوع. معي على الهاتف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. أهلا بك يا سيادة المستشار. أهلا بحضرتك أستاذ نشأت، وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني الأول بنبارك لك على هذا المنصب، ونتمنى لك التوفيق ولك كل الدعم. الله يبارك فيك، أشكرك بشدة. ثانيا يعني أطلعنا على ما جرى اليوم في هذا الاجتماع الهام ونتائجه التي يمكن أن نطلع عليها المشاهد الكريم. اجتماع لجنة الإصلاح الإداري اليوم ناقش موضوعين أساسيين يا أستاذ نشأة. الموضوع الأول هو الإجراءات الكفيلة بتطوير وكفاءة الجهاز الإداري للدولة. حضرتك تعلم أنه سيتم خلال يعني فترة وجيزة نقل دواوين الدولة إلى عاصمة إدارية جديدة. صحيح. فهذا النقل لا يجب أن يكون فقط نقل عدد من المكاتب ونقل عدد من الأساس من مكان إلى مكان آخر. إذا لم يواكب هذا النقل تطوير في العقول وتطوير في الأداء وتطوير في الآليات التي يتم تطبيقها، لن يحقق هذا النقل المرجو منه. صحيح طبعا أن العاصمة الإدارية الجديدة في حد ذاتها هي إنجاز بكل المقاييس،
لكن اذا 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 تزامن مع هذا الانجاز واذا وازى هذا الانجاز هو نقله ايضا على سبيل في تطوير كفاءه الجهاز الاداري للدوله، سيكون الفائده عظيمه. هذا ما ناقشته هذا هو الموضوع الاول الذي ناقشه اجتماع اليوم، سبل تطوير الجهاز الاداري للدوله وكافه المقترحات ذات الصله في هذا المضمار. الموضوع الثاني والذي يهم الساده المشاهدين وانا اعتقد كلهم منتظرين يسمعوا عنه، صحيح، هو المقترح الخاص ب اي تقليص ايام العمل الاسبوعي. هذا المقترح كان تقدم به البعض وطرح على مائده النقاش في اجتماعات في مجلس الوزراء، وبناء عليه قرر السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنه برئاسه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره لبحث المقترح. يعني لم نغلق الباب مطلقا امامنا، قلنا نبحثه ونرى اذا كان يحقق الفائده المرجوه منه ام لا. حينما أصدر السيد رئيس الوزراء قراره بحالة الموضوع إلى لجنة للدراسة، اشترط شرطين لتطبيق هذا النظام. وعندما أقول تقليص عدد أيام الأسبوع أيام العمل، كان هناك مقترح بأن يكون أيام العمل 3 أيام ومقترح آخر بأن تكون 4 أيام. على كل تم قال السيد رئيس الوزراء أنني أريد حين تطبقون هذا النظام أن أضمن ألا يتأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لأنه لا يجوز أن ينتج عن تقليص أيام العمل أن الخدمات التي تقدم للمواطنين تتأثر سلبيا، صحيح، ولا يستطيع المواطن الحصول على نفس مستوى وكمية الخدمات التي يحصل عليها بالقبض. صحيح. الشرط الثاني طبعا أستاذ مشأت هو الذي قاله رئيس الوزراء، أريد أن تضمنوا لي أيضا ألا يتأثر الأجور العاملين، صحيح، لأن الحكومة تسعى إلى زيادة الأجور وليس تقليلها يعني بكل حال. صحيح صحيح. فالمهم اللجنة تشكلت وقامت بدراسة الأمر واستطلعت آراء الموظفين واستطلعت آراء الجهات الحكومية سواء وزارات أو محافظات، وكانت النتيجة أن 86% من الوزارات رفضت المقترح وقالت أنه لا يفي بالغرض منه، وإن طبق فلن نستطيع أن نطبق الشرطين. برافو عليك، من نحقق هذين الشرطين. و 88% من المحافظات قالت نفس الشيء، بالاضافه الى ان برضه هذه المفاجاه ان نسبه كبيره جدا من الذين تم استطلاع ارائهم من الموظفين انفسهم لم يعجبهم ام لم يرق لهم هذا النظام، ربما لان تطبيقه كان سيترتب عليه زياده ساعات العمل. حضرتك تعلم استاذ نشأت ان وفقا للقانون والتشريع فان ساعات العمل الاسبوعيه تتراوح بين 35 ل 42 ساعه. صحيح. فاذا تم تقليص عدد ساعات العمل كيف نفي بهذا الكم من الساعات؟ سيترتب عليه انك بدل ما تشتغل 8 ساعات في اليوم هتضطر تشتغل 12 ساعه، يعني فقل لي بالله عليك من يستطيع التشغيل. يعني اذا تم اغلاق هذا الملف باستبيان راي المتخصصين وقالوا ما ينفعش. مظبوط يا استاذ. انا بشكرك جدا سياده المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، شكرا لحضرتك على هذه الايضاحات وعلى هذا الخبر. مشاهدينا الكرام، هذا ما تيسر اعداده وتيسر قوله، دمتم في امان الله، غدا نلتقي.